مساء الخير، أنا أريد أن أتوجه هذه الليلة إلى الشعب التونسي برمته، يعني بشقيه، الشق الفرحان بما وقع هذه الليلة والشق الحزين. هو نفس الشعب، الفرحان والحزين هو نفس الشعب، لا يجب أن ننساه. باش نقول لهم تونس الكل، اللي ثم نوعين من المجتمعات أو من الدول، المتقدمة والمتخلفة. المجتمعات والدول المتخلفة هي المجتمعات اللي فيها فض النزاعات السياسية بالغلبة، بالعنف، بالانقلاب، بالتعذيب، بالبوليس السياسي، بالمحاصرات يعني للمعارضين. أخي الدول المتقدمة والمجتمعات المتقدمة هي اللي فض النزاعات السياسية اللي هي شيء طبيعي، يكون بالقانون، يكون بالدستور، يكون في إطار الانتخابات الحرة والنزيهة، يكون بالمحافظة على السلم المدني. هذا هو الفرق. الثورة المباركة اللي خانوها الكثير من الأطراف، اللي للأسف الشديد اليوم تدفع هذا الثمن، ثمن هذه الخيانة. الثورة المباركة هذه يعني أعطتنا بطاقة دخول نادي الشعوب المتقدمة والدول المتحضرة. أصبحنا دولة ديمقراطية، أصبحنا مجتمع متحضر، خلافاتنا السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية، بوسائل سلمية. هذا ربما انتهى الليلة، ربما، أقول ربما لأني ما زال عندي أمل في أن هذا الشعب لن يقبل ما وقع هذه الليلة، لأن ما وقع هذه الليلة هي قفزة جبارة إلى الوراء. يعني خرجنا من نادي الشعوب المتحضرة والدول المتقدمة، رجعنا إلى يعني الدول والدول المتخلفة، للكثير منها للأسف الدول العربية. اللي وقع الليلة هو انقلاب، ما قعدوش نكذب على بعضنا. هذا الرجل خرق الدستور الذي يعني أقسم على الدفاع عنه، هذا الرجل حنث بوعده، هذا الرجل أعطى لنفسه، تقول منين جاته هذا الواحد، أعطى لنفسه كل السلطات، وهذه الدكتاتورية. قالك مش هو رئيس فقط الجهاز التنفيذي، هو أيضا رئيس الجهاز القضائي، يعني هو الآن القاضي الأوحد. شيء لا يصدق، يعني شيء يعني حتى المنطق، منطق أبسط قواعد المنطق ترفض هذا. يعني نحن الآن أمام انقلاب تام وكذا، والناس اللي تهلل وفرحانة بهذا الانقلاب لعداوتها للنهضة، للأسف الشديد سترون يعني إذا تواصلت هذه المهزلة أنه وضعكم الاقتصادي والاجتماعي والصحي لن يتحسن، بل بالعكس سيزداد سوءا، ووضع تونس سيزداد سوءا. لأن القضية ما هيش قضية الدفاع عن النهضة، لأنه أغلبيتكم كلكم فرحانين لأنه النهضة انتهت. بين قوسين رأوا النهضة، يعني إذا كان ثم ناس تسالها مغرفة دقيق، أنا بحكم معرفتي بها هذه السنوات، هذه قيادة النهضة، أتحدث عن قيادة النهضة، إنسانها يعني مش مغرفة دقيق، إنسانها يعني شكارة سميد. لكن الموضوع اليوم هوش دفاع عن النهضة، وليس الدفاع عن البرلمان. أنا زاد مثلكم التونس الكل أعتبروا أن هذا البرلمان معرة، فضيحة للبرلمانات. الموضوع اليوم هو الدفاع عن الديمقراطية. يعني هل سنبقى في إطار يعني نادي الدول الديمقراطية المتقدمة اللي نظلنا من أجل دخوله على مدين 60 سنة، ولا باش نعاودوا نرجعوا التالي؟ وأنا ذاك ستتذكروني، لأنه ما ثماش حل. هالرجل هذا ما هوش حل، هذا هو أكبر مشكل الآن في هذا البلاد. إذا أنا أعتبر أنه هذا انقلاب، وأدين هذا الانقلاب بكل قوة، كحقوقي، كمواطن، كرئيس جمهورية سابق. أدينه إدانة تامة، وأعتبره حنثا بالدستور وانقلابا على الدستور، ولا يمكن أن يقبل بأي صفة من الصفات. أيضا أنا أطالب الشعب التونسي برمته أن ينتبه، اللي رأوا من يتصور أنه هذا بداية الحل يخطئ، هذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. أنا أطالب كل يعني مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة يجب أن تخضع للقانون وللدستور، ولا يجب أن تخضع لهوى الأشخاص. أنا أطالب كل مؤسسات الدولة بدون استثناء أن تبقى وفية للقانون، وفية للدستور اللي سنوا هذا الشعب في لحظة من لحظات التحرر بتاعه، ولا يضع نفسه في خدمة شخص ما قاله يعني طال زمان وقصر الزوال. ما يبقى هو القانون، وما يبقى هو الدستور، وما يبقى هو إرادة يعني المجتمع التاريخ. شو هذه قصة انه نعاود نرجع 50 سنة تاني؟ يعني ما بيشاء
هذا معقول؟ يعني كل التضحيات اللي عملناها مش عاودوا نرجعوا تاني لا لشيء، لانه هذه النهضه سببت لنا مشاكل وسببت مشاكل لنفسها، وهي الان تدفع الثمن. واللهم لا شماته، لكن انا حذرتهم اكثر من 1000 مليون مره انه هذه السياسه اللي ماشيين فيها ستؤدي الى هلاككم وهلاك البلاد. لكن الموضوع مش النهضه، مره اخرى الموضوع هو الحفاظ على مكانتنا بين نادي الدول الديمقراطيه والمتحده. بالتالي انا ادعو كل الشعب التونسي الى رفض هذا الانقلاب، الى التجمع حول قوى، وادعو القوى الديمقراطيه الحقيقيه انها يعني تخلي كل مشاكلها على جهه، والان تتجمع حول الدفاع عن الدوله، عن القانون، عن الدستور، عن المؤسسات. وادعو الشعب الفرحان، الشعب الفرحان انه يرد باله، لانه وهم سيتعلق بوهم. قداش مره تعلقته بالاوهام وانتهت الاوهام؟ صحيح كان مسارنا صعيب، كان مسارنا كذا، لكن عمرنا ما كذبنا عليكم، عمرنا ما غشيناكم، حبيناكم، حبينا حقوقكم، دفعنا عليها. ما تغتروش، ما تغتروش، هذا كله يعني كل ما يلمع ليس ذهبا، كل ما يلمع ليس ذهبا. إذا الشعب الفرحان هذا أقول له انتبهوا، ستذكروني، لكن إن شاء الله ما تذكرونيش، لأنه سنضع حدا لهذه المهزلة في أقرب وقت وتعود الشرعية، وأنا ذاك نحل مشاكلنا كلها. ثم مشكلة في الرئاسة، ثم مشكلة في البرلمان، ثم مشكلة في الحكومة، نحلوها معا في إطار المنظومة الديمقراطية تحت راية الدستور، وفي انتخابات تعاد لكم السيادة فيها. والمرة هذه إن شاء الله تختاروا أحسن الناس، ولا تغامروا كما غامرتم أكثر من مرة وقامرتم أكثر من مرة، والنتيجة هي ما ترون. إذا رفض الانقلاب، التصدي له بكل الوسائل السلمية، تحمل كل المؤسسات مسؤوليتها في رفض هذا الانقلاب، ويعني التكاتف الشعب، وعدم الانجرار الى العنف او الى محاوله تصفيه الحسابات، لانه اليوم صفي معايا حساباتك غدا ما تعرفش شكون يصفي معاك الحسابات. هذا منطق يجب ان نرفضه رفضا تاما، وان شاء الله هذه محنه سنتجاوزها من جديد، وربما ستقوينا، ستقوي مناعتنا الديمقراطيه، وستجعل تونس حيه ومكافحه ومناضله ومواصله احتلال مكانها بين الشعوب وبين الدول المتقدمه. تحيه تونس.